تحت شعار 10 سنين ومكملين، يحتفل نادي الفوربي الرياضي في صيدا اليوم بذكرى مرور 10 سنوات على انطلاقته. النادي أصبح المكان العائلي الأول في صيدا والجنوب، حيث يجد كل أفراد العائلة خلال زيارته مختلف أنواع الرياضات التي يتميز بها هذا النادي. حقيقة نادي الفوربي تأسس سنة 2007، كان أساساً موجه للشباب في المدينة، فأهم نقطة من نقاط ارتكازه هي تحول الشباب من الشارع إلى الرياضة، فبيقدم خدمات متعددة بعدة رياضات أساسية، من كرة القدم للمسابح للملاعب التنس الفوتبول ميني فوتبول باسكتبول، فمركزين على كل الرياضات الأساسية اللي بتخلي الشاب يلجأ إلها بدل ما يلجأ للشارع ويروح باتجاه المخدرات والآفات الشوارع. نحن صار عندنا الآن مشتركين فعليا من أول ما فتحنا للآن كأكاديمية رياضية أكثر من 10,000 شاب، هولي على القليل توجهوا باتجاه الرياضة بدل ما يكونوا بالشوارع. ف10,000 شاب وفتاة من مدينة صيدا خاضوا هالتجربة الرياضية أكيد لها تأثير كبير. يعني احنا نعتبر يعني المجموعة اللي عملت الفوربي ضحت حياتها، لأنه حياتها العمل الرياضي هو عمل يعني يدفع فيه ولا يجلب، فلذلك هالمجموعة ضحت وقدمت للمدينة كنز اسمه كنز الرياضة، وجنت شيء كتير اسمه نوادي بمستوى عالي، حسن مستوى الرياضة في المدينة كلها، فلذلك نحن مكسبنا فعلا أخذناه عندما صارت الرياضة هي بمتناول الجميع في المدينة وبعدة مراكز. نحن ما نعتبرهم متنافسين، نحن نعتبر أنه هذا استكمال الخارطة الرياضية في المدينة، فهذا أهم إنجاز أخذناه نحن كفوربي وقدمناه للمدينة. نادي الفوربي هو بيجمع العائلة كلها من كبار وصغار بمكان واحد، طبعا في ملاعب نوادي، في عنا قسم خاص بالمسابح نساء لحال ورجال لحال، وفي مكان مخصص لأطفال يقدروا إما يتحطوا أولادهم عنا بأمان وبيكونوا هنا عم يعملوا سبور بنفس الوقت. نحن كفريق عمل بنادي الفوربي بنوعد مدينة صيدا والأهل أنه نحن حنعمل جهود أكثر لحتى تكون مدينة صيدا هي مصل للشباب والصبايا بكل شيء رياضي. نحن بالنسبة لنادي فوربي هو نادي تقريبا فينا نقول الأول من نوعه بصيدا والجنوب. نادي فوربي بيتميز أنه عندنا الفاسيلتيز بقلبه عبارة عن كذا أقسام، من لما يفوت لعنا الزبون أو يفوت لعنا المشترك في ملاعب، في عنا الجيم، في عنا البيسين، في عنا الصالة للأطفال، في عنا الفيديو جيمز. هالشي بيريح كتير الأهالي لأنه كل هالأقسام موجودة بمكان واحد مأمن كتير بسيكوريتي، وحتى بناس إداريين يتابعوا الأولاد، بالإضافة إلى الأهالي حتى فين يستروحوا عنا بالكافيه أو بالمطعم. نحن عنا أكاديمية رياضية، هذه الأكاديمية الرياضية هي أكاديمية رياضية ممنهجة، هدفها تخلق أجيال رياضية يعني مثقفة بالرياضة، يعني هذا هو الهدف الأساسي هو تاع أكاديمية فوربي. بنستقبل تدريب من عمر 3 سنين لقد ما بدنا، يعني بيجي ممكن أشخاص عمرهم 50 سنة 60 سنة يتدربوا عنا سباحة ويتدربوا رياضة بأكثر من شغلة. هذه أكاديمية الأكاديمية الرياضية عندها 13 نوع من الرياضة، هو 13 نوع منوعين من الباسكت للفوتبول سباحة إلى آخره، بالإضافة نحن بنشارك بطولات محلية، نحن منتسبين للاتحاد اللبناني للسباحة ولأكثر من رياضة منتسبين للاتحاد اللبناني للرياضة المتخصصة فيها. فعلشان هيك نحن بس نشارك ببطولات بنشارك بشكل رسمي بلبنان وبخارج لبنان، سافرنا على الكويت، رحنا على مصر، رحنا على السعودية، رحنا على فرنسا، رحنا على إسبانيا، رحنا أكثر من بلد وشاركنا ببطولات وحققنا كثير نتائج، وعندنا القمة نحن فيها بالسباحة، نحن ثالث أفضل نادي بلبنان، وهذا هو الشيء اللي يعني من أفضل 3 نوادي الأول بلبنان نحن بسباحة، وهذا هو الشيء اللي بيميزنا كأكاديمية فوربي. بعد 10 سنوات من الإبداع والتميز، يستمر نادي فوربي اليوم في نشر الثقافة الرياضية خاصة بين جيل الشباب، محققا بذلك إنجازات محلية ودولية في عالم الرياضة. بهية نعماني، صيدا أونلاين.